على لانشون والاكلات اللي هي الناس تعبانه دي، الناس اللي واكله زمان كامل بيزنس. يا تمام. لانشون يا اولا لانشون اولا احنا عندنا عمر 11 و12 سنه كانت بتتجوز زمان، وتحداك ان الكلام ده ما حصلش. اولا موجوده وموجوده يا رجل، يا انت أخي اللي لانشون بتقطع لي سؤال. يا أخي ممكن تسكت شويه لو سمحت؟ اخر مره اقول لك اسكت، بعد كده هتسمع مني حاجه مش حلوه. ممكن لو سمحت اخر مره أنا حصل. عم بستناك لتخلص وأنت مبلط تعرف يا عم. تعمل ميوت لو سمحت؟ محمد تعرف تعمل محمد ميوت؟ أنت يا يمي تعرف بالعمارة، تحترم يا يمي نفسك؟ بالعمارة انا محمد حذرتك رجاء. مره واتنين ثلاثه. محمد رجاء خلي نفتهم، خلي يكون البث نفتهم من عنده. بس لحظة، يلا اوكي تفضل اوكي أستاذ سعيد. شكرا اولا شكرا اولا لك. اولا عشان تكون عارفه قدام الناس كلها، اذا ما كان عندنا جدات في عندنا في الصعيد في مصر تزوجوا في عمر ال 11 سنه، تمام، انا ابطل ادخل البرنامج ده. اول شيء. ثانيا السيده عائشه، اكمل بس، السيده عائشه كانت مخطوبه للجبير بن مطعم قبل النبي عليه الصلاه والسلام. حلو. كانت مخطوبه صح للجبير بن مطعم قبل النبي عليه صح الصلاه والسلام. ولهذا النهارده لما تيجي بنته تقولي لي، عمرها 9. بكمل بس اديني فرصه، لما اجي النهارده واقعد اقول والله لسه الرسول اتجوزها في عمر 9 وانا عندي 14 سنه ولا مؤاخذه صحتي ضعيفه وتعبانه، لا بس هو هذا قياس فاسد. 50، ليه؟ هو بال50 سنة عمره يا طب اصبر أستاذ اما اكمل، سعيد. زين طب اصبر لو سمحت. تمام. لا احنا مش قصه 50 على فكره، القصه مش 50 و90. احنا الكتب السابقه اللي هي التوراه والانجيل موجود فيها كان ابراهيم النبي في سفر التكوين، عند اللي انت كنت بتتكلم عليه من شويه، سفر التكوين موجود فيه، سفر التكوين 16، ابراهيم كان عنده 85 وتزوج هاجر وكان عندها 9 و10 سنوات. ايه المشكله؟ تمام؟ احنا لما بنتكلم على الزمن الاول، الناس اللي بنت الاهرامات في مصر عندنا كان طول الواحد بسم الله ما شاء الله زي الجبل. الاهرامات المصريه شفت شكلها عامل ازاي؟ ما اتبنتش كان عندهم معدات ولا اي شيء، كان ناس عاديه خالص بس كانت صحتهم ما شاء الله، وكان طول الواحد ما شاء الله 2 3 متر وصحته عضلات، يعني يعمل من الاجيال الموجوده الان 5 6. فمعروف عند الكل ان الزمن الاول غير النهارده، والناس في الصحراء غير الناس اللي في الاماكن العاديه. الناس اللي في الصحراء ما شاء الله، وبعدين ناس اكلهم عسل ولحم وضاني، عاوزه زين صحتها تبقى الأكل زي واحده شعلي، بتاكل. الأكل شعلي، هي الاكل المرض معلوش حاجه المرض في التاثير والجو. استنى سؤال، سؤال طبي، أخي سؤال طبي لان أخي قدام الناس. تفضلي الاكل سؤال وانت طبي. دكتوره، الاكل والجو ما ياثرش على انوثه البنت؟ سؤال ما زين ياثر؟ حتى لو البنت بنغم. بسالك. لا 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 مش حتى لو بسالك، بياثر ولا لا؟ سؤال. ممكن يأثر، ممكن ممكن. يأثر، طب تشوف ممكن. نشوف موقع علمي طبي يقول الكلام ده، بس نفتح الان مع الله. كطبيا بالعراق أخي، طبيا المرض اخذنا يبلغ بالعراق، لحظة بالعراق مو كان 14 13 الزوجة، سامحني حمد، تبلغ هذا كمعدل. بس اكو بنات صح يبلغون بسن العاشرة صح، ايوه بس حلوة مال 9 جميل. سنين بس مال 9 سنين وتبلغ، هاي بصراحة ما سمعتها. طب ايه رايك ان ليش؟ اللي انا هفتح لك قناه المحور، اسمح لي اكمل بعد اذنك يا زين هي فايز، اسمح اوكي اللي انا هي افتح. طب بلغت اصبرك اوكي، اقول بالله، بس خليني انا اكمل الفكره اللي متى ارضى عليك. يا استاذ سعيد انا مو كمل ناقش الفكره بس. انتي طب انا اكمل الفكره، اكمل الفكره، انا يعني هسمعك انا حاجات بدي احكي هتعجبك. كلمتين وانزل لا اكون معلش مستني نكمل برنامج الفكره، حضرتك لو مستعجل يبقى تعالى وقت تاني. اولا افتح لك قناه المحور الان على التلفزيون، بنت عندها 8 سنوات ومخلفه، شو تسوي 8 سنين مخلفة؟ تحب اوريك معتز مع المذيع معتز؟ هسه نشوف، بس خلي نشوف محمد. محمد شنو مداخلتك؟ اولا انا قريت انه مشان الزواج انه التعدديه بالوقت هذا يعني شبه انه راح تنتهي، لانه هي شيء غير اخلاقي. بالنسبه معلش لا تقاطع، لا تعدد الزوجات سعيد، انا ما قاطعتك. لا لا انا بسال، انا عاوز استفهم، تعدد الزوجيه غير اخلاقي؟ يعني لو واحد متجوز واحده ما بتخلفش وتزوج عليها عشان ينجب على ده غير اخلاقي؟ طيب يبقى انت وممكن لسه المرأة، بصراحه بتكذب، يعني انت بتكذب على نفسك. وممكن المرأة تتزوج واحد ما بيخلف كمان برضه، يعني فينا عادي نقلب انت العكس، في تتطلع منه وتتجوز واحد تاني. لا ممكن انه تطلق وتتجوز غيره، وكمان هو ممكن يطلق ويتجوز غيره، يعني ما في مشكله. طب هي مش عاوزه تسيبه وبتحبه، يعني يظلمها ليه؟
روح روح اشرب عصير. طيب وممكن هو مش عايز يسيبها وبيحبها ليه؟ تتجوز واحد ثاني قدام الناس هو... قدام الناس طلع لي ان هو غير اخلاقي علميا اولا. اتفضل وتحدث. افتهمنا اكاديمية ترحب بكم. والله افتهمنا اكاديمية سعيد. افتهمنا يا جماعه. انا لنفترض حبايبي دول عافيك مالك جاي من جيش. اي والله تحب نبلغ على البث بتاعك دلوقتي؟ اهلا وسهلا. اهلا بالجميع. يعني ممكن انه نقلب العكس. اثبت لي يعني علميا ان هو غير اخلاقي. اثبت لي علميا غير اخلاقي. تحداك يمرض. اثبت ان علميا غير اخلاقي. تفضل. ممكن الرجل غير اخلاقي يعني بكل الكرة الارضية ما في. اثبت لي علميا انه غير اخلاقي تعدد الزوجات. طبعا اعطيني امرأة تقبل انه زوجها يتزوج عليها بالكون كله. يعني قلبها ينكسر تتدمر نفسيا. طبعا لا. اثبت لي علميا انه يعني غير اخلاقي. لا تلف وتدور. اثبت لي علميا انه غير اخلاقي. انا بدي اثبت القران بالعلم يسقط الدين كله باكمله. يعني الشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز الحكيم. الشمس ثابته لا تجري. بدانا الهبده. بدانا الهروب من موضوع لموضوع اخر. لا لا هي علميا. فانا ما سمعت فايزه نزل كامل الموضوع نحسن وبيجوا الزواج الى موضوع حاجة تانية. لا ركز في نقطة. لا تكذب على الناس. علميا الشمس يعني كلمني في موضوع الزواج اللي قال لا تهرب. موضوع الزواج اثبت انه خطأ علميا. اتفضل. علميا انا راح اكلمك علميا. علميا كلمني علميا ان وطبيا ان تعدد الزوجات غلط. لا سمح. اوكي ينقل الجراثيم من امرأة الى امرأة والميكروبات لانه يتزوج من اربع نساء وغير ما ملكت ايمانكم وغير السبايا. ينقل الجراثيم ده عندك انت عشان متعلم.